ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كشف الأمن الإيطالي في بياتشينزا عن بعد من هوية ضحية عثر عليه ميتا ليلة الخميس الماضي، وقد أكد في بلاغ أنه مهاجر مغربي يبلغ من العمر 30 سنة، وكان قد تم العثور على الضحية في منطقة خلاء بطابيانو، ولم تكن بحوزته أي أوراق ثبوتية تكشف عن اسمه الشخصي ولقبه العائلي، مما استدعى إخضاعه للتشريح الطبي ليتأكد أنه مهاجر مغربي. ووفق المحققين فإن وفاة المهاجر المغربي الذي يشتبه في أنه كان يقطن بمنطقة في غيفانو نجمت عن تعرضه لجريمة قتل، وقد جرى التخلص من جثته في منطقة نائية، وعين المحققون جروحا في جانب صدر الضحية، وقد تم التأكيد على أنها نجمة عن الطلقات النارية، فيما لم يعثر على أغشية الرصاص ولا السلاح قرب الضحية. ورجح المحققون أن يكون الضحية قتل بعيدا عن المكان حيث عثر على وجدته، وكذا فرضية أن يكون قتله في إطار تصفية حسابات بين تجار للمخدرات.